هاي بيبي، شكلك تعبانة. شوي كالعادة حاشتني فوبيا ما كملت العملية وطلعت. احنا شنو قلنا بهالموضوع هذا؟ وانت عارفه نفسك زين انك انت افضل دكتوره بهالمستشفى واسمك نار على العالم. خلاص اوكي اوكي هاني، ان شاء الله خير. انت خلصت شغلك؟ لا، وين خلصت شغلي؟ في عندي عمليه انف الحين. شو رايك تجيني غرفه العمليات؟ No way. خليت الخشم والأنف والأذن والحنجرة حقك، أنا بروح البيت برتاح. I'll see you at night. أوكي ماشي، يلا تبين شيء؟ No thank you. يلا باي باي. باي. Love you. Love you too. يا بنيتي يا نجلة، الله يهداك. بس بتصيري اللي فيها المحامية المثالية يعني؟ الله يهداك. بس الإدمان على العمل هذه مشكلة صحية وقاموا يعالجونها برا. بعدين الحياة فيها وايد أشياء حلوة، فيها سعادة وفيها فرح، لازم نكتشفها ونعيشها. عيشي حياتك يا يبا، عيشيها. تدرين شلون؟ أنا بعطيك إجازة من باكر، أنت إجازة يومين وبتروحين تعيشين حياتك وتتمتعين فيها. يا أستاذ عيسى، واللي سلمك يعني افهمني أنا شنو أبي. أنا عندي قضية وايد مهمة لازم أي أشتغل عليها باكر الصبح. أنا بي أداوم ساعتين ثلاث مو أكثر. من باكر أنت إجازة يومين وهذا قرار نهائي ما في طعن. يعني يا أستاذ عيسى، يعني أنا ما أحب التمييز، لو كنت أنا ريال كان صار هذا الفصل العنصري. يا يبا قومي، أنت إجازة، فكينا من مصطلحاتك اللي قاعد تقولينها هذه. تفضلي. حاضر يا أستاذ، عن إذنك. إذنك معك. تفضلي. هلا أستاذة نجلة، مبروك ماخذ إجازة يومين. وانت شكو تتجسس علينا؟ ليش قاط إذنك عندي وعند المدير داخل؟ ارتقي شوي، عيب تتسمع. وبعدين بقولك شغلة، لا تحط راسك براسي، ترى أنا هني الكل في الكل، يعني لا تفكر إنك تاخذ مكاني. لا وايد خوفتيني بصراحة، أنا أقول توج عروس جديدة مرات استقبال، باكر عقبة بيولك عيال. أصلا إيش ليش بالمحاماة؟ ترى ما هي لايقه عليك. خل اشوف شغلي وايد ابرك. يلا طالع فيو، مشاهده اكثر بحث اقل.